عليكم متتبعي القناة ديالكم اللي هي قناة بيتي ستار. مرحبا بكم، ونهار كبير هذا، يوم جديد، وصفة جديدة مع بيتي دائما الجديد. اليوم جبت لكم هاد الوصفة، هذه اللي هي الدنجان معمر بالكفتة ولا كريم فخيش. غادي نحتاجو في المقادير الدنجان، وهنا عندنا الملح، وهنا الزيت. اول حاجة غادي نبداو فيها وهي الدنجان. غادي نقبطو نديرو بحال هاد الطريقة، هادي تنديرو بحال هكا، تاخد الدنجان من بعد ما قسمناه في النص ودرتو في الماء والملحة وخليته شويش، ومن بعد صفيتو وحتى نشف. ودابا غادي ندوزو هاد الطريقة، تنقبطو بحال هكا، تنديرو بحال هكا الدنجالة، تنجيو هنا تنديرو كمربعات، ونديرو هنا في اللاطة كذلك. كما تتشوفوا الدنجال ديالنا من بعد ما قطعناه، تندهن بالزيت وتندير عليه واحد الغبيره ديال الملحه او رشيشه ديال الملحه، وغادي ندخلوا الفران. دابا ان شاء الله غادي ندوزوا انا وياكم باش نصوبوا العمارة، نعمروا بها الدنجال. ها هو الدنجال ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن. دابا غادي نبداو نخويو هذا القلب ديالو. دابا غادي ندوزو نحضرو العمارة اللي غنعمرو بها الدنجال ديالنا. تنحتاجو فيها، أنا هنا خديت 350 غرام ديال الكفتة، 500 مليلتر ديال الكريمة السائلة. وبالنسبة ليكم نتوما شحال ما عندكم ديال الدنجال خودو، ماشي ديرو نفس القياس اللي عندي أنا، أنا تعطيكم غير فكرة وصافي. هذا هو الدنجال اللي خوينا القلب ديالو. تحتاجونا التوابل، عندنا الإبزار، الملحة، المعدنوس، هنا عندنا فروماج محكوك او فروماج غبره، هذا غادي نديرو في القلب ديال هاد الخليط، وهاد الفروماج هذا غادي نديروه من فوق الدنجال. دابا اول حاجه نديروها، بسم الله، غادي نديرو الزيت هكا، غنوضعو الكفته ديالنا هي الاولى. من بعد ما تفتت هذه الكفته هذه وطابت، دابا غادي نزيدو عليها هذا الدنجال، نقلب الدنجال ديرو المعدنوس، الملحه، دابا نخلطو كلشي مزيان. دابا غادي نزيدو هاد القشدة الطرية أو الكريمة السائلة، وكذلك هاد الفروماج، ونخلطو كلشي ونخليو حتى تعقد هاد الكريمة ديالنا، وديك الساعة نعمرو الدنجال. Thank you.
الخليط ديالها من بعد ما وجد. هانتوما شفتوا الكريمه كي تشربات. دابا غادي نطفيو عليها نخليوها تبرد باش تزيد تعقد هاد الخليط هذا يزيد يعقد كامل، وديك الساعه ان شاء الله غادي نعمروا الباذنجان. دابا غادي نبداو نعمروا الباذنجان. هانتوما تتسرحوا على قد الباذنجان كامله. تنعمروا الباذنجان ديالنا كاملين. دابا غادي نرش شويه د الفرماج على الوجه. ومن بعد غندخلوهم الفران مره اخرى واحد 10 ديال الدقائق ونخرجوهم، وان شاء الله ندوز انا وياكم طبق التقديم. هو الدنجال ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كريمه سائله او قشده طريه يديروا البيشاميل حتى هي تجي غزاله. هذا هو الدنجال ديالنا من بعد ما وجد. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وجربوا هذه الوصفه، فهي تجي سهله وفي نفس الوقت تجي لذيذه وروميه. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.